هاك شفت يعني مانيش عارفين شكون تآمر عليه وشكون كان سبب وراء إقالته. يا إما العون اللي قال بعث لي الرسالة باش يحضر الجلسة بتاع يخدم في مجلس النواب، يا إما أحزاب كما قال هو ماهيش راضية أنه يوجد واحد مستقل في الحكومة، ولا الإمبريالية الأمريكية. هو سي محمد صالح بن عيسى قيمة علمية ثابتة، أستاذ مبرز وعميد سابق، ما في ذلك من شك. لكن بين العمل الأكاديمي والعمل السياسي هناك مسافة شاسعة ضاع الرجل في أدغاله. وزارة السيادة سي برهان في جميع دول العالم، سواء الدول الديمقراطية أو الدول ذات النظام الشمولي، وزارات السيادة تسند إلى سياسيين. إسناد وزارة العدل إلى شخصية خلينا نقول غير متحزبة، ليست لها مرجعية حزبية، أنا في اعتقادي كان خطأ فادح وبدعة نتائجها كانت كارثية. علاش نتائج كانت كارثية؟ لأنه صحيح ربما قد نكون حمينا وزارة العدل من وطأة الأحزاب السياسية، لكن يبدو أنه هالاختيار هذا يخلينا هربنا من قطرة طحنا تحت الميزان. كيف؟ إذا كان صحيح وأنه حمينا وزارة العدل باختيار شخصية غير متحزبة من وطأة الأحزاب السياسية، فأنه ما حميناهاش من وطأة بعض هياكل المجتمع المدني اللي قد تكون أقوى وأخطر من بعض الأحزاب السياسية، وهذا اللي وقع مع سي محمد صالح بن عيسى. كلامك معناه أنه سي محمد صالح بن عيسى نزار عياد تقول أنه وقع تحت سيطرة وتوجيه الجمعيات في المجتمع المدني، وهو كذلك. سمي فصل أكثر بوضوح. اللي تعاملوا معاه في المجلس، مجلس نواب الشعب، لاحظوا أنه يتفقوا على شيء في لجنة التشريع العام، ثم بعد الاتفاق يخرج في وسائل الإعلام ويقول شيء مخالف للشيء اللي تم الاتفاق عليه واللي كان صرح به هو بيدو في الأقل الاتفاق داخل اللجنة. داخل اللجان كان بحضوره هو داخل الاتفاق بحضوره هو وقت اللي تم استدعائه طبعا، وقع الاتفاق معاه واخذ رأيه ومناقشته والقيام ببعض التعديلات اللي يطلبها او اللي تطلبها لجنة التشريع العام، كان يتخذ مواقف ثم يفاجأ اعضاء اللجنة بمواقف مختلفة تماما فيها مرجعية من مرجعيات احدى منظمات شكون المجتمع المدني أساس. جمعية القضاة التونسيين. فإذا كان حمينا، أنا توا نحكي في المطلق، سواء وزارة العدل أو بقية وزارة السيادة، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، إذا كان حمينا هالوزارات هذه من الأحزاب السياسية، السؤال اللي نطرحه اليوم، هل حميناها من هياكل المجتمع المدني اللي في بعض الأحيان مرة أخرى نقول قد تكون أخطر وأقوى ماديا وفي كل المجالات من بعض الأحزاب السياسية؟ الرجل كان يغرد سي برهان خارج السرب، يعني يقول لك هذه مواقفي وهذا رأيي الشخصي وأنا عيتولي على خاطرني راجل عندي مواقف ما عندوش حق في ذلك؟ والله سي برهان أنت وقت اللي تكون عضو في تخت موسيقي باش يعزف سيكا، إذا كانت تعزف مزموم تعتبر نشاز ما تعتبرش مبدع. هنا تقريبا نفس الشيء، إذا كان الرجل لم يفهم وأنه العمل الحكومي هو عمل تضامني بالأساس، وأنه قد نختلف في مجلس وزراء وقد نختلف في صياغة قانون، لكن إذا صادقت الحكومة على عمل معين في مجلس وزراء أو في منهج سياسي مهما كان، فحتى إذا كنت ماكش موافق ودفعت بشراسة على موقفك في داخل الهياكل الحكومية، لما تخرج الإعلام أو لما يقع استدعائك في منبر سواء كان مجلس نواب الشعب أو غيره، يجب أن تلتزم بمبدأ التضامن الحكومي. هذا وغيره من أبجديات العمل السياسي ما فهموش سي محمد صالح بن عيسى. واضح.